بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة اللي شفناه النهاردة في مباراة الكاميرون وجزر القمر وجزر القمر شيء غير طبيعي. يعني اللي بيحصل في جزر القمر ده الحقيقة أنا حتى نفسي عمال أقرأ من الصبح الموضوع عشان أفهم إيه اللي بيحصل. الأول أنتوا حضراتكم دلوقتي تقولوا لي إيه؟ الأول يا عم إسلام فهمنا إيه اللي بيحصل. طيب اللي حصل الحقيقة ان مثلا في مباراه المنتخب التونسي امبارح امام المنتخب النيجيري، وهبي الخصري وهو واحد من اهم اللاعبين في المنتخب التونسي كان عنده قبل المباراه بيوم واحد العينه بتاعته كانت ايجابيه وبعدين اصبحت سلبيه قبل المباراه بيوم واحد، ولعب المباراه امبارح. النهارده حارس مرمى منتخب جزر القمر، الاثنين حراس مرمى لجزر القمر عندهم الاثنين عندهم كورونا او كان عندهم كورونا الفتره اللي فاتت. النهاردة اتعمل على أحد الحراس مسحة وبانت إن هي سلبية، اسمه علي أحمادة، فبانت إن هي سلبية خلاص، فالمفروض إن هو يلعب. قالك لا مش هيلعب، لازم قبلها بخمس أيام تبان المسحة السلبية نتيجة المسحة. طب اشمعنى وهبي الخصري امبارح؟ طبعا كلنا سعادة ومبسوطين وفرحانين إن المنتخب التونسي كسب طبعا يعني، ولكن أنا بتكلم عن حالة. يعني حضراتكم شايفين ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا. منتخب جزر القمر النهارده هو منتخب عربي بالمناسبه، فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه، ان اللي بيحصل دلوقتي وكمان تعليقات المدير الفني لفريق لمنتخب جامبيا قال ايه، كلم كلام قال لك انتوا للمنظمين في دوله او في بطوله الامم الافريقيه بالكاميرون، قال لهم انتوا جايين على الفرق الصغيرة وبتدوهم اوض او بتدوهم فنادق اقل كتير جدا من الفرق الكبيرة، وجاب فرق او منتخبات بالاسم. طيب هل جزر القمر، هل البطولة دي رايحة في اتجاه الكاميرون؟ الكل بيحاول ان هو ينظم هذه البطولة انها تروح في اتجاه الكاميرون، محدش عارف. ده الكلام اللي بيتقال على فكرة في الكل على السوشيال ميديا، احنا بنتكلم، لكن طبعا ده ما بيحصلش في اي حتة، الكلام ده ما بيحصلش، ولكن انا بقول لحضراتكم ايه اللي بيدور في هذا الامر، اللي بيدور الكلام اللي بيدور في هذه الامور دلوقتي، انه يقول لك هل البطوله دي رايحه للكاميرون بالحظ، يعني ان الحارس مش عايزينه يلعب، او الحارس الاول والثاني جالهم كورونا. تخيل حضرتك ان في اول خمس دقائق طرد لستوبر منتخب جزر القمر كابتن الفريق في أول خمس دقايق. طيب الأغرب والأغرب والأغرب، حارس المرمى النهاردة ليس حارس مرمى، حارس مرمى منتخب جزر القمر ليس حارس مرمى، اسمه شاكر الهدهور، شاكر الهدهور هو اسمه كده. تخيل حضرتك ده إن ده الباك الشمال بتاع منتخب جزر القمر، بيلعب في فريق اسمه اجاكسيون الفرنسي. طيب شاكر ده النهارده لعب ازاي؟ لانه منتخب جزر القمر جايب ثلاثة حراس مرمى، اتنين منهم عندهم كورونا وواحد منهم كان سلبي الصبح وما رضتش اللجنه المنظمه قالت لا ما ينفعش يلعب، والتالت مصاب. طب هنلعب من غير حارس مرمى؟ قال لك لا، لا شوفوا واحد بقى من عندكم هو اللي يلعب راس حربه النهارده. فجابوا الباك، انا اسف، يلعب حارس مرمى، فجابوا الباك ليفت حطوه راس حربه، وبالمناسبه عمل مباراه جيده طبعا، يعني مفيش حاجه اسمها يعني، لكن عمل مباراه جيده. اللي يتفرج على مباراه جزر القمر النهارده، هو انا ليه بقول الموضوع ده كله؟ لانه النهارده جزر القمر اتغلبت 2-1 وكانت تستطيع، وهي ب 10 لاعبين وحارس مرمى، هي ب 10 لاعبين فعلا وحارس مرمى ليس حارس مرمى، القصه اللي انا حكيتها لحضراتكم، وحارس مرمى ليس حارس مرمى، هو باك ليفت لاعبوه حارس مرمى النهارده. وتخيل حضرتك ان هو منتخب جزر القمر اتغلب 2-1 وكان يستطيع ان يتعادل مع المنتخب الكاميروني، اللي الحقيقه منتخب جزر القمر اهدر العديد من الفرص. تأهلت الكاميرون، ولكن شابوه لمنتخب جزر القمر، الحقيقه حاجة خرج بشرف وخرج باحترام العالم كله. خد بال حضراتكم، العالم كله احترم منتخب، ايوه يا عم العالم، ايوه العالم كله النهارده، لانه كان موضوع غريب جدا مش اول مرة يحصل، ولكن موضوع غريب جدا ان انت
ما يبقاش عندك في بطوله مهمه وقاريه وكبيره زي دي الثلاث حراس اللي انت جايبهم يتوقفوا، او اتنين يبقوا عندهم كورونا والثالث يبقى عنده مصاب. فالعالم كله النهارده بيتكلم على منتخب جزر القمر، والكل كان ينتظر ماذا سيفعل جزر القمر النهارده. لا بصراحه يستحقوا كل التحيه ويستحقوا الاشاده ويستحقوا التسقيف. وغير ان هم ايضا فازوا على غانا في دور المجموعات، فازوا على غانا فوز تاريخي الحقيقه بثلاث اهداف مقابل هدفين، وطلعوا غانا من البطوله لو تفتكروا حضراتكم. وبالتالي اللي احنا بنشوفه النهارده ده بيدينا امل في كل شيء. الاجتهاد والعمل يوصلك حتى لو اتغلبت وخرجت من بطوله افريقيا، ولكن الكل بيسقف لك، العالم كله بيسقف لك وبتكسب احترام الناس. تخيل حضرتك بتكسب احترام الناس باجتهادك وعملك بدون اي شيء اخر، باجتهادك وعملك. النهارده انا اعتقد ان كل الناس المصريين على الاقل، انا ماليش دعوه حد تاني، ولكن انا بتكلم على كل المصريين النهارده او كل الاهلاويه النهارده، كان نفسهم منتخب جزر القمر ده يكسب. ما اعرفش انا، ده احساسي. كل ما اكلم حد يقول لي يا ريت اخر منتخب جزر القمر دول يكسبوا، يا ريت يكسبوا، دول مظلومين، دول حرام، دول بيجتهدوا، دول بيتعبوا. ودي حقيقه. النهارده منتخب جزر القمر ادى درس كبير جدا جدا لكل المنتخبات. اهو ده حارس المرمى، ده شاكر الهدهور، هو ده الباك ليفت اللي لعب حارس مرمى النهارده. فهو عشان طويل شويه كده قاموا موقفينه حارس مرمى وشال 3 4 5 اهداف مؤكده. يعني في كره اترمى عليها قبل ما توصل يعني ليه، ولكن كان واقف وكان بيمثل بلده وكان خايف على بلده وبيقاتل وبيعمل كل حاجه عشان عايز يكسب. وبالفعل كان منتخب جزر القمر يستحق كل التحيه زي ما قلت لحضراتكم. تخيل لما تبقى انت منتخب وبتلعب امام المنتخب الكاميروني هذا العملاق الكبير، وعندهم افضل هداف لغايه دلوقتي وهيعدي شكله هيجيب اجوان كتير، فينسنت ابو بكر الهداف الاول لكاس الامم الافريقيه، وعندهم كذا وعندهم فريق منتخب قوي جدا، ولكن بهذا الشكل وبهذا الاداء الرائع جدا لمنتخب جزر القمر استحق كل التحيه وكل التقدير من العالم كله. العالم كله بيتكلم على منتخب جزر القمر وماذا فعل منتخب جزر القمر امام الكاميرون في الشويه اللي فاتوا دول. بعد الشوط الاولاني الحقيقه لقينا تويتات على بعض الاجانب بيتكلموا عن هذا الامر، بيستحقوا الحقيقه الحزام، انا اسف، لقب الحصان الاسود في هذه البطوله هم وجامبيا. جامبيا زي ما قلت لحضراتكم المدير الفني الفرنسي لمنتخب جامبيا كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي وقال انا هقول كلام يزعل كل الناس مني، ولكن الكلام صادم. معرفش طبعا ايه صحه هذا الكلام، ولكن هو كلام صادم جدا عن الدوله المنظمه لكاس الامم الافريقيه، ان الاوتيلات وحشه جدا، اللعيبه 6 7 لعيبه بيباتوا في سرير واحد او في اوضه واحده، والحمامات اللي بتستخدم حمامات وحشه جدا. قال كلام كتير جدا جدا، الكلام ده مش كلامي، هذا كلام المدير الفني لمنتخب جامبيا اللي النهارده كلم كلام مهم جدا وخطير جدا فيما يخص هذا الامر.